المتراجعة. فرنسا لديها أفضلية على مستوى الاستحواذ في اللحظات الماضية، خطيرة وفرصة، هدف أول، هدف أول من المدافع أومتيتي. أومتيتي يأتي بالهدف الأول، هدف سريع في البداية الأولى، هدف فرنسي سريع في الدقائق الثمان الأولى، وأعلام فرنسا في نيس والكرة الماضية بين شد وجذب، بين شد وجذب، لكن الكرة في الأساس عندما لعبت عالية كانت خطيرة، وصلت لأومتيتي وبالتالي يتقدم، يسجل جول، جول، هدف ثاني لفرنسا من غريزمان. غريزمان الآن وصل إلى 20 هدف مع منتخب الديوك مع فرنسا. نعم، أنطونيو غريزمان 20 هدف في 53 مباراة دولية. هذه الكرة، الاحتكاك أنا أعتقد غير مقصود لكنه موجود، احتكاك من الخلف غير مقصود لكنه موجود، وضرب الجزاء تحتسب، وغريزمان قلت ما يضيع، ما ضيع. نعم، هل تعيد إيطاليا في هذا التوقيت الممتاز؟ يتقدم بالوتيلي، خطيرة، جول، جول، بونوتشي يعيد إيطاليا، بونوتشي الخبير الكبير يعيد إيطاليا. نعم، ضربة حرة مباشرة نفذها ماريو بالوتيلي، ووجد بعد ذلك المتابع، المتابع، نعم، في خطيرة لأمبابي في هذا المكان، ولكنه أيضا، وهذه خطيرة، أوه الله، ياهو هدف، ياهو هدف، ياهو هدف، وياهي لمسة، ياهي لمسة يا دبلي، لمسة بألف لمسة، كل الذكاء وكل الحرفنة في الكرة الماضية، ما استخدم القوة إطلاقا، استخدم الذكاء واستخدم العقل، العقل، العقل.